طيب طبعا الفريق بيستعد لمباراة غاية في الأهمية بكرة بإذن الله تعالى، مباراة اف سي مصر في بطولة الدوري، بالتحديد الأسبوع رقم 12 من هذه البطولة وهذه المسابقة اللي ماشي فيها النادي الأهلي بشكل أكثر من رائع، 9 انتصارات متتالية. إن شاء الله بإذن الله بكرة يكون الانتصار العاشر في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري، العاشر على التوالي، عشان نقترب نسبيا من الرقم القياسي الكبير اللي كان ب 17 فوز متتالي في موسم 2005-2006 مع مستر مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. خليني أقول لحضراتكم إن مش ده دايما الهدف الأساسي خالص بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة للفريق وبالنسبة للمدير الفني مستر فايلر، وهو الوصول للأرقام القياسية. لا، الهدف الأساسي إحنا عارفين إن الفوز بغض النظر على الأرقام، الأرقام هتيجي لوحدها، وتحقيق الأهداف المطلوبة للجمهور دايما واللي بتتمثل في الانتصارات سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي. تدريبات النادي الاهلي مستمره، والنهارده اخر مران بالنسبه للفريق، وبالمناسبه المران مغلق تماما، حتى احنا مش هيبقى معانا اي حد من زمايلنا الاعزاء مراسلي قناه الاهلي عشان نعرف منهم اخر اخبار ايه، لكن ده قرار من المدير الفني. هتقول لي طب احنا بكره عندنا مباراه يعني مش قويه قوي، مباراه اف سي مصر؟ لا طبعا، مباراه مهمه جدا، وانت لما بتبقى بتقفل تدريب مثلا بتبقى عايز تنفذ حاجه معينه، مش عشان مباراه بكره بس، لا، على عشان عدد من المباريات، وبالتحديد انت مقبل على مباراه بعد مباراه اف سي مصر، وهي مباراه بلاتينيوم في بطوله دوري ابطال افريقيا في جوله مهمه وحاسمه في مشوار البطوله هذا الموسم، لان انت طبعا المنافسه في المجموعه بتاعتنا في دوري ابطال افريقيا قوية جدا جدا بالنسبة للفريق، لان انت 6 نقاط، الهلال السوداني 6 نقاط، والنجم الساحلي ايضا 6 نقاط، فمنافسة قوية. فدايما بعض التدريبات بيبقى بيصر فيها الجهاز الفني بقيادة مستر فايلر على اغلاقها تماما امام كل الاعلاميين، كل الصحفيين الزملاء الاعزاء، علشان يكون في تركيز اكبر بالنسبة للاعبي فريق النادي الاهلي. الاستعدادات ماشية بشكل جيد للمرحلة المقبلة بالكامل، وليس مباراة الغد بس. مباراة الغد هي خطوة مهمة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري، بتحاول إن أنت تنجز بدري، طبعًا من ضمن أهداف الجهاز الفني، من ضمن أهداف اللاعبين إن أنت تبتدي تحسم البطولة بدري بدري، لسه شوية، أوكي؟ لكن كل فوز بيقربك بشكل أكبر. المسافة ما بينك وما بين المنافس التقليدي اللي هو الطبيعي والمفروض إن هو يكون بينافس معاك في بطولة الدوري وهو نادي الزمالك، المسافة بعيدة. لما أنت بتكسب بتصدر له إحباط بشكل أكبر، بتقترب أنت من حسم البطوله بشكل مبكر عشان تتفرغ للهدف الاسمى والاساسي والاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا. عشان نبقى متفقين، وزي ما بنعيد وبنزيد وكل يوم بنتكلم مع حضراتكم في الجزئيه دي، هو ده الهدف الاساسي بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي، بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين، بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله ينجحوا في تحقيق هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي على مدار 6 مواسم سابقه، وان شاء الله يكونوا موفقين في هذا الموسم. خليني اقول لحضراتكم كمان ان النهارده كهربا هيكون متواجد في قائمه الفريق. هتقول لي البطاقه الدوليه لسه ما وصلتش، هقول لحضرتك ان البطاقه الدوليه خلال ساعات قليله جدا جدا هتصل بالنسبه للنادي الاهلي، وتخش على السيستم بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم، وهيبقى متاح باذن الله بنسبه كبيره جدا كهربا في مباراه الغد. حتى لو مش متاح كهربا بكره، احنا عندنا عدد وافر جدا من اللاعبين وواثقين كل الثقه في كل لاعيبه النادي الاهلي. كهربا هو مجرد عنصر من العناصر المكمله لقائمه النادي الاهلي اللي بتسعى لتحقيق الالقاب والبطولات المختلفه، فبالتالي اي لعيب هيكون موجود هيكون اضافه، غيابه مش هيقلل اطلاقا من قوام الفريق، مش هيقلل خالص كمان من قوة فريق النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله تحدي مهم، إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيه وينجح في تخطي عقبة اف سي مصر. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا أخبار أكتر مهمة سواء تتعلق بالنادي الأهلي أو بعض الأمور والمواضيع المحلية الهامة جدا اللي احنا